طيب دكتور وليد، عايز اسال حضرتك، الناس اللي بتعدي بازمات وبيبقى فيه اراء مختلفه، ناس تقول لا خد راحه واقعد وما تشتغلش ودي نفسك فرصه تزعل وتحزن، وناس تقول لا اشتغل والشغل بينسي والشغل بيقوي، وتلاقي الناس مثلا في وسط ما هي بتشتغل ويمكن شفنا ده بتبكي مثلا على مسرح او ما شابه. يعني حضرتك بتشوف الموضوع ده ازاي، ولا الموضوع بيختلف من انسان لانسان؟ هو طبعا في انديفيدوال او فروق فرديه، ولكن القاعده الانسانيه بنقول ايه؟ زي ما هي في قوانين الطبيعه ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، نفس الامر بالنسبه للازمات النفسيه. لما يجي لك ازمه نفسيه عيش مراحلها، يعني بشوف ناس تقول لي انا ابويا لما توفى ما عيطتش، وقفت وكفنت واخدت العزاء وقعدت 3 ايام استقبل الناس، بيصعب عليا ببقى عارف ان هو بعد كده هو هتخور قواه العصبيه والنفسيه وهيخش في مشاكل صحيه بعد كده. فالطبيعي ان يبقى في تنفيس انفعالي للمشاكل اللي بتنتابك. عاوز تعيط عيط مش عيب. عاوز تقعد لوحدك اقعد لوحدك، يعني سيب رد الفعل الاولي للازمه النفسيه يمشي في مساره السليم، وبعد كده هو انت وشطارتك بقى. يعني حبيت تتغلب على المشكله النفسيه بالانصهار في منطقه الجماعه، بممارسه نشاط، بمضاعفه الجهد في العمل، بالتواصل الانساني مع المقربين، يعني بالادوات اللي حوالين منك تستغلها ازاي وتشغلها ازاي، يو هاف جو، توكل على الله. انما بصفه اوليه لازم رد الفعل النفسي لاي ازمه يخليه ياخد راحته شويه علشان ما يحصلش كبت بجماح الازمات النفسيه، وبالتالي بيجي علينا مرحله بيهن جهازنا العصبي والانفعالي وما بيقدرش يتحمل ده. علشان كده هو في ناس تقول لك انا مريت بمشاكل جسام، انما جت على المشكله الرفيعه دي جالي اكتئاب، قعدت ومن بعد منها ما قامتنيش قومه. هي القشه اللي قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير ده حقيقي نتيجه ان انت على مدار عده ازمات نفسيه ما خلتش الازمه تمشي بمراحلها النفسيه اللي تعمل لك تخفيف من حده الالم، او تخلي الحزن ياخد وقته، او تنحيها من الاساس في بنائك النفسي.